أيضا مشاهدين الكرام، ضمن جهود الدوائر الحكومية بالإمارة في تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للعودة الكاملة للموظفين، وبعد إنجاز المرحلة الأولى للفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين منهم والمقيمين كذلك، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية، بدأت اليوم المرحلة الثانية من فحوصات الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لموظفي حكومة الشارقة، والتي تستمر كذلك لمدة 4 أيام. تفاصيل أكثر حول هذه الإجراءات وهذا الفحص نتابعها في سياق هذا التقرير. حرصا منها على بذل كافة الجهود التي تضمن سلامة الكوادر الوظيفية بحكومة الشارقة من مواطنين ومقيمين، واصلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة صباح اليوم بدء تنفيذ المرحلة الثانية والمجانية لفحوصات الكشف المبكر عن إصابات كوفيد-19 فيروس كورونا المستجد، وعلى مدار 4 أيام في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الشارقة الطبية. يجي الموظف أول ما يدخل يعطيهم رقم الهوية ويشوفوا العينة ماله هي مجهزين إياها من وزارة الصحة. أول ما يكمل أقل عن 5 دقائق يفحص هني عندنا ويتوكل. وخلال إن شاء الله 72 ساعة تطلع نتيجة الفحص الموظف كي يطمئن ويقدر يرجع لمقر عمله. ونفس الوقت عندنا الحين نفس الوقت انتم ما شايفين الحين الموظفين هنا كثره اعدادهم وزادت النسبه، وان شاء الله بزيد النسبه ان شاء الله الفترات الجايه اللي هو من الحين 50 عقب ان شاء الله بتصير 70% ان شاء الله، واحنا مستمرين ان شاء الله في هالفحص. الفريق فيه اطباء وممرضين مدربين تدريب جيد لاخذ هذه المسحه، والكل الحمد لله يطمئن ان المسحه هذه هي بسيطه ولا وليس فيها اي نوع من المضاعفات، لانهم هم مدربين بطريقه جيده وممتازه. كل العينات الحمد لله تحفظ بطريقه سليمه وتصل النتائج للموظف عن طريق تطبيق الحصن او رساله نصيه. والحمد لله بدات النتائج تظهر والكل بدا يطمئن للعودة للعمل ونحن مستمرين. تأتي المرحلة الثانية في ظل تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك المسافة الآمنة بين كل موظف وآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات كتدابير وقائية تضمن السلامة لجميع المتواجدين والمترافدين من الموظفين الحريصين على إجراء فحص مسحة التجويف الأنفي الحلقي قبل مباشرتهم لأعمالهم، وهو ما يعزز لديهم الإحساس بالأمان وتقليل مشاعر القلق والتوتر في بيئة العمل وفي ظل العودة الكاملة لهم. أشكر حكومتنا الرشيدة، أشكر كل شيوخنا، أشكر دائرة الموارد البشرية في الشارقة اللي حرصت أن تسوي هذا الفحص لجميع الموظفين قبل لا يبدون أو قبل مباشرتهم بالعمل. مثل ما نعرف أن هذا الإجراء المفروض أن احنا كلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نسويه حرصا علينا اول شيء، بالنسبه لاهالينا احنا موجودين في بيوتنا نخاف على اهالينا على ابائنا، ثانيا احنا بما اننا مقبلين على رجوعنا للعمل ان شاء الله، فاتوقع هذا الفحص جدا مهم عشان سلامتنا بالاول وسلامه جميع زملائنا في العمل. وصلني ايميل رسمي من جامعه الشارقه تخبرني انه انا لازم اعمل الفحص، جيت لهون على نادي الشطرنج بالشارقه. الإجراءات كانت كتير سهلة وميسرة، طبعاً أنا تشجعت إني أعمل الفحص مع إني كنت أسمع إنه بيوجع، بس لازم أعمل لازم نعمله كرمال نطمن على حالنا ونطمن على المجتمع مين عم نخالط وهيك حتى ما نضر حدا ولا لحدا يضرنا. الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى تكللت بالنجاح حيث بلغ عددها ما يفوق 9000 فحصاً، إذ تسعى الدائرة جاهدة لتفعيل جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذ عالميا لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره وتهيئة بيئة عمل خالية تماما بإذن الله تعالى من كوفيد-19 في مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإمارات.